عايز اقول لك شكرا على كل حاجة، شكرا على حاجات كتير قوي عملتها، شكرا على حضورك هنا بدون مقابل خالص، شكرا على تلبيتك الدعوة من غير ما تفكر، شكرا على كل اللي عملته النادي الاهلي وجماهيره وتخلي الفرحة في قلوب كل اهلاوي، شكرا على عشقك للنادي الاهلي واخلاصك وتفانيك فيه. أنا اللي بشكر جدا الناس وودها ليا وإن أنا موجود هنا. فأنا ما جيتش الأهلي بقالي مدة، وزي ما كنت بقول كنت ما كنتش هاجي بالناس اللي كانت بتدير النادي، ما كنتش هاجي هنا. وأنا قلت فعلا ما كنتش أحط رجلي في النادي وفعلا ما حطيتش. النهاردة كان فرحة كبيرة أن أكون موجود هنا وأنا أتكلم معاك يا كابتن. وانت شخص انا بحبه وانا كنت بمرنك ومع جماهير الاهلي اللي علاقتي بيهم قويه جدا وهتكمل طول ما انا عايش، فعشان كده انا مبسوط وسعيد وراضي ان انا موجود هنا، ودايما هيكون شرف lembrar e افتكر e confraternizar com os adeptos do Al-Ahli. افتكر واتواصل دايما مع جماهير الاهلي. الشرف كل الشرف ليا، وتنور وتشرف اي مكان وتضيف لي اي مكان حضرتك فيه. نورتني وشرفتني وبشكرك للمره المليون. شكرا جدا. اوكي.